طيب أرض أسلافنا المعدون، أرض أجدادنا المكلوم، أرض شعبنا الحنون وموطن أجيالنا الأعطون، أفريقيا سر الكون وحقها بين الشعوب مهدوم، أفريقيا سر الجمال وحبها من وحي الخيال، أفريقيا رمز النضال ومجدها بين الأمم عال، أفريقيا رمز الهوية وتاريخنا أصل البشرية، الحضارة فينا أمدية والجسارة فينا روحا فطرية، مجد السماء يشهد بحسن نقائنا، فإذا كان هذا الجماليات والتاريخية كله من الله العلي العظيم، فباسمه العلي العظيم نبدأ، الذي لا ند له ولا شريك، الرفاق بمختلف مقاماتكم السامية. دعوني أن أرحب بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا تحية حب واحترام لمن هم أشرف منا جميعا، الذين أفنوا حياتهم في مسيرة النضال والكفاح بمختلف أنواعه في كل بقاع الأرض، ومن أجل أن يعيش البشرية في أمن وسلام وحرية وعدالة. هنا دعوني أن أحيي أجدادنا وأسلافنا الذين محدوا لنا الطريق وسحلوا لنا ضرب النضال في أفريقيا وفي كل بقاع الأرض، وأيضا خالص التحايا لرفاق النضال في مسيرة التحرر والوعي المعرفي. وهنا دعوني أن أخص التحية للرفاق في منصة قافلة الثقافة الأفريقية بمختلف مقاماتكم السامية ومختلف مواقعكم في أرض أفريقيا وخارج أفريقيا في كل بقعة في الأرض، وحار وخالص التحايا والمجد لأخي ورفيقي ضابط المنصة هيثم إسحاق. طيب دمتم ودامت التنوير ويحيى المعرفة، ودامت أمسياتنا مزودا بالمعرفة، فكما تعودنا دوما في قافلة الثقافة الأفريقية كل يوم أن نتناول موضوع شيق، وفي كل أسبوع أن نتناول موضوع مثير للجدل، وفي كل شهر أن نتناول موضوع قد يعي ويصلح مجتمعنا في أفريقيا إن شاء الله. واليوم من ضمن سلسلة النقاشات في هذه القافلة هي بعض العادات والتقاليد الضارة في مجتمعنا الأفريقي من الناحية الصحية والاقتصادية بالنسبة للمجتمع. طيب طبعا تعتبر العادات والتقاليد هي جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية لأي مجتمع، يعني بما في ذلك المجتمعات الأخرى غير الأفريقية. ومع ذلك فأن بعض هذه العادات والتقاليد تحمل طبعا في تياتها آثار ضارة قد تؤثر سلبا على صحة وسلامة الأفراد، وخاصة هنا لما نقول العادات والتقاليد تدور دائما نرجع للذين لا يملكون حقهم يعني كاملا من الحياة، يعني وهنا نخص النساء والفتيات والأطفال. طيب وعندنا هنا مجموعة من العادات والتقاليد في أفريقيا، طبعا من ذا القدم الناس قادرين يمارسوا، وهذه العادات والتقاليد طبعا تكون له آثار ضارة بالنسبة لمجتمعنا، وهذه العادات والتقاليد يجب الناس أن يضع له حدود وحلول بالنسبة لهذه العادات. ومن ضمن تلك العادات ممكن أن نتناول يعني أقرب العادات والتي تدر بصحة مجتمعنا في أفريقيا واقتصاده. فمن ضمن تلك العادات والتقاليد هي عندنا ختان الإناث، وعندنا برضو من ضمن عادات والتقاليد التي تدر بالمجتمع صحيا واقتصاديا زواج القاصرات، وأيضا بصورة غير مباشر زواج الأقارب يمكن برضو تؤثر مما يجلب الأمراض والآثار السالبة بالنسبة للتوارث، ده برضو ممكن يؤثر. برضو عندنا
في بعض العادات والتقاليد من ضمن دول أفريقيا عندنا السرقة المحبوبة من قبل الحبيب أو الزوج المستقبلي. طبعا في بعض العادات والتقاليد بيكون فيها العادات في بعض القبائل طبعا في أفريقيا. وهنا فيما يخص بالنسبة للتفصيل ممكن قدام نفصل كل عادة وتقاليد دار بالصحة أو بالمجتمع ممكن نفصله أكثر. أيضا برضو عندنا من ضمن العادات والتقاليد التي تدور بالصحة لوحة الشفاة. طبعا العادة دي خاص بقبيلتين اللي هي قبيلة الماساوي وعندنا قبيلة المرسي في كينيا تنزانيا وقبيلة الماساي عندنا في أثيوبيا وبرضو في تنزانيا وفي ملاوي. عندنا برضو من ضمن العادات التي تؤثر على الصحة البزق على المريض أو يعني التفاف على المريض بقرة العلاج برضو بتأثر على الصحة بطريقة غير مباشرة أو بصورة مباشرة. عندنا الجلد عندنا في بعض القبائل برضو في السودان بتمارس الجلد برضو ممكن نقدر نقول بصورة نفصل شوية يعني أضراره صحية ممكن تكون كيف. برضو عندنا الضرب بالعصا عند بعض القبائل برضو في السودان أو في بعض المجتمعات الثانية بتمارسوا بتاعه. برضو من العادة التازعة اللي ممكن تأثر على الصحة والاقتصاد عندنا الشلوخ والوشم في بعض القبائل بتمارس الحاجة دي ولو أثر برضو ومردوده السلبي على الصحة والاقتصاد. برضو عندنا التمسك بالعلاج الأهلي ورفض الذهاب للطبيب فيما يخص بالعلاج الأهلي نقص هنا يعني الاعتماد على الأنبتار مثلا أو العلاج الأهلي. وطبعا دل العادات والتقاليد المتمسكين به في أفريقيا لطريق اللهجة وهي في الأصل يعني له أثر سلبي على الصحة وله أثر على الاقتصاد. وممكن نجي نفصل كل واحد بصورة برايف. طبعا لو قلنا العادات والتقاليد طبعا على مستوى أفريقيا يعني هي كثيرة لكن اتناولنا 11 عادة ممكن تؤثر على صحة المجتمع في أفريقيا وبالفعل لو أثروا المباشر على الصحة والاقتصاد. وممكن نجي برضو بصورة برايف نشوف الآثار أو الآفاق بتاعت الحلول يكون كيف. طيب نستمر في النقاش. خلونا نناقش كل عادة على حدة. طبعا بالنسبة للأعداد والتقاليد اللي 11 اللي يعني ممكن أنا ذكرتهم قبل شوية ممكن نناقش بأجالة وبصورة مختصرة لكل واحد منهم. عندنا طبعا الختان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الورقة بدأنا بالختان. لما نتكلم عن الختان بصورة مفصلة وبصورة أكاديمية طبعا ممكن يكلفنا ساعة وساعتين وأكثر وممكن ما نصل لهنا. لكن خلونا نتكلم عن الختان تاريخه والفكرة جات من وين وآثاره شنو وفي نفس الوقت ممكن طبيا بتأثر كيف اقتصاديا بتأثر كيف. الختان طبعا يعني هي من عهد فرعون يعني من عهد فرعون أنهم هم عملوه ذاتك عشان يضايقوا الخناق بالنسبة لإناث بتاعت بني إسرائيل أنهم ما الأنثى ما تقدر تلد براه ما لم تكون فيها مساعدة بالنسبة لها. وده كان هم طبعا قرروا أنه في الفترة دي الفراعنة اليوم طبعا المشاكل وما دايرين نذكر القصة بتاعت بني إسرائيل والفراعنة. طبعا
فرعون قرر أنه يا أخي كل مولود إذا كان ذكر مثلا ممكن يقتل، هو لو كان أنثى يترك. فده ما بيتم إلا عن طريق يكون في مساعد بالنسبة للمرأة اللي عاوز تلد، ودي هنا ما يسمى بالداية، يعني مرأة ما تلد في بيتها إلا تجي للداية. بعد ذلك إذا كان المولود ذكر ممكن. فطيب من بداية أنه يا أخي هم أصلا عملوها عشان يضايقوا الخناق بالنسبة للمرأة ما تلد لوحدها. طيب دي أساسها. وحتى في الفترة الأخيرة كمان لما مارسوها العرب مارسوها طبعا إشان أنه يعني حد يعني يقللهم من الحدة بتاعت الآر، يعني طبعا المنطقة اللي بيزيلوها في الختام بتاعت الإناث هي منطقة حساسة أو منطقة يعني ممكن تقول مثيرة. فالمنطقة دي لو زالت موجودة يعني هي ممكن تكون مثيرة، يعني الرب خوفا من الآر اللي بتجلبها مثلا للبيت لأهلها هم بيقوموا بيعملوا إزالة بالنسبة للمنطقة بتاعت البزر. طبعا أنا مفترض نعرف كان الختانية شنو ذاتك، هي طبعا إزالة جزء من العادات التناسلية بالنسبة للإناث طبعا، يعني هي البزر مرات قد يكون بيزيلوا الشفرتين الكبيرتين، ومرات قد تكون في إزالة بتاع الشفرتين الصغيرتين، ومرات بتكون في عمل جري وبيتم خياطة المنطقة التناسلية أو المهبل، يعني يضايقوا المهبل بواسطة خياطة مثلا. دي كان هي دي كتعريف. طيب العرب هم لما بيزيلوا المناطق دي عشان يقللوا من الإثارة بتاعت المرأة، فكده ممكن يقللهم من الآر. الاثنين أول الفراعنة كان قصدهم يعني هي ضرر للمرأة، والعرب برضو كانت يعني أحس ليه لو تناولنا مشكلتهم يعني السبب المبرر بتاعهم برضو بيسبب أضرار للمرأة. فبما أنه الختان بتسبب أضرار بالنسبة للمرأة، يبقى أنه مبدئيا الختان يعني مبنية على أساس غلط طبعا. على عكس الختان بالنسبة للذكور طبعا، السيركمسيشن بالنسبة للذكور له فوائد كثيرة طبعا، بتقلل من حاجات كثيرة. طيب الأضرار الصحية بالنسبة للختان بتعمل شنو؟ الأضرار الصحية بالنسبة للختان طبعا أول حاجة بتكون في آلام حادة بالنسبة للمرأة، بعد ذلك ممكن تكون في نزيف بسبب الختان، وممكن النزيف ده ما يقدر يعمل له كنترول، ممكن يكون برضو في انفكشن يعني بيعمل أدوى يعني بسبب الجرح، ممكن يكون غير نظيف، وممكن يكون ينقل يعني بكتيريا، ممكن ينقل جراثيم، ممكن ينقل عدوى بصورة مباشرة. دي بالنسبة لشنو؟ المضاعفات. وفي نفس الوقت هي بتكون بتسبب شنو؟ يعني ندبات بيسمى إسكارس طبعا، بيسموه الإسكارس. والندبات دي يعني بعدين بتأثر على الولادة، يعني في فترة بتاعت المخاط يعني بالنسبة للمهبل بيحصل دايليتيشن أو توسع. في فترة الدايليتيشن بالنسبة للمرأة المخطونة يعني الاتساع بتكون ما بصورته الطبيعية، فالمنطقة اللي بتكون فيها الندبة الهرمونات ما بتوسعها، يعني يبقى هنا المرأة بتجي لفترة المخاط، وممكن فترة المخاط الأول ينتهي وما بحصل مرحلة الدايليتيشن، فهنا المرأة بتطلب أنه يعمل له حاجة اسمه شنو؟ وربة. الوربة دي باللغة العربية طبعا، كويس؟ يعني دي بتسبب طبعا برضو نزيف، وبتسبب طبعا ولو مرة يعني بتلت في منطقة براعة أو ما لقت مساعدة أو ما لقت داية، هنا ممكن شنو يعني هي يعني معرضة لي أنه بيحصل لها obstruction بالنسبة لي الدليفري، وممكن بيحصل لها حالة بتتوفى. فهنا كلفتنا شنو؟ أضرار صحية تانية. وفي نفس الوقت انت مع مرتك او مع زوجتك لما تمارس الجنس محتاج لإثارة، محتاج لمناطق الحساسة دي، وفي نفس الوقت هي فقدتها مثلا بواسطة السيركمسيشن او بواسطة شنو الختان، فهنا بتكون فقدتك جزء مهم من الأوضة التناسلي بالنسبة للمرأة، وده برضو خطأ صحي طبعا. برضو لما نتكلم انا الأدوى طبعا كل ما يكون في أدوى وبتاع بتطلبك أنك مقابلات لأطباء ومقابلات لذهاب لمستشفيات وترحيل وبتاع، فدي من الناحية الاقتصادية ممكن نقدر نقول مكلف، والمرأة ما بدل كانت تلت في البيت بقت تلت في المستشفى مكلفة اقتصاديا. انت عارف النفقة بتاعت الأفراد بتكلف الدولة اقتصادها، فأنا بدل ما نقعد نعالج الدولة تعالج المشاكل الثانية بقت تعالج مشاكل بتاعت إنجاب، مشاكل بتاعت أداة تناسلية كانت يعني مقدورة، فدي المشاكل اللي بتدخلها الخلل بالنسبة للاقتصاد طبعا هنا. فدخل الفرد بالنسبة للدولة يعني بتعني طبعا وبتمثل، لكن انت لما بيجي تنفق كل نفقاتك في
لا 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 العلاج يبقى هنا مشكلة. والسركمسيشن ممكن تسبب أوم وممكن تسبب أضرار كثيرة وتشوهات بالنسبة للأعضاء التناسلية. دي لو جينا نتكلم مثلا بصورة يعني مختصر بالنسبة للختان. خلونا ننتقل طوالي بالنسبة للحاجة الثانية أو الأعضاء الثانية ألا وهي زواج القاصرات أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات. هنا لما نقول الزواج المبكر بالنسبة للفتيات نتكلم عن الزواج دون ال 18، الزواج دون ال 18. فالزواج دون سن ال 18 ضرب الصحة بالنسبة للفتيات طبعا. لما نقول ضرب الصحة لأنه اليوترس أو الرحم بتاعت المرأة هنا غير ناضجة طبعا، يمكن تكون للقاصرات، والأداة التناسلية بتاعها ممكن تكون غير قادرة، وهي ذاتها غير قادرة للإنجاب بالنسبة لي في الأمور ده. طبعا كثير من الدول يعني حرموا انه يا اخي البيت من المفترض ما تعمل علاقه شرعيه غير او دون ال 18. فهنا الاضرار بتاعت الزواج دون ال 18 ممكن تقدر تقول الاضرار نفسيا البيت او الفيميل في دون ال 18 هي اماتيور طبعا، هي غير ناضجه، يعني ممكن تصرف ما مسؤول منها هي، أو ممكن اجتماعيا يعني يمكن تخرب بيتها تحت أي لحظة. صحيا لو جينا في مرحلة بتاعة الولادة يعني هي ممكن تتأثر، لو بقت هي مثلا بريجنس بتويس مثلا أو حاملة بتويس طبعا، فولادتها ممكن ما بتكون غير إشراف الطبيب طبعا، هي في سن مبكر وتحمل التوأم، أو حتى لو ولادة لأول مرة طبعا بتكون شنو يعني صعب أنها تلد من غير ما تكون في شنو رقابة بتاع الطبيب. وفي نفس الوقت لما نقول الحالة جابت لها مثلا أو الأداة جابت لها حالة أو مشكلة طبية أو مشكلة صحية، يبقى أنه بتكلفك اقتصاديا. فأنا هنا بدل ما نقدر ندير الحاجات دي بصورة مثلا منزلية أو في البيت، بقينا يعني ما بنقدر نعمل كنترول بالنسبة للحمل بتاعت البيت إلا عن طريق شنو المستشفى، فهنا كلفتنا اقتصاديا، ودي كانت أداة ضارة بالنسبة للمرأة. طبعا عندنا هنا سبحان الله بعض القبائل يعني ما بيتزوج إلا الغاصرات، والزواج بالغاصرات أنا ما بشوف يعني إلا الزول يعني بيتزوج بالغاصرات دي هو واحد عنده غرضين بس، داير يتلذذ بأنه في بيقول لك أنا داير نكسر غشاء البكارة، وده أنا بشوفه طبعا وهم وشنو مرض. ليه؟ لأنه يعني غشاء البكارة هي ممكن تكون جاية مفتوحة، يعني ربنا خلقها مفتوحة، فانت ما كل بيت يندق غشاء بكاره مثلا تلقاه ما مفتوح مثلا، فلو انواع كثير غشاء البكاره. والحاله الثانيه هم بيحبوا السيطره طبعا، دائما الرجال او الشباب بيحبوا السيطره، وان تمارس الجنس مع بيت قاصره مثلا وتشوفها بتالم مثلا وبتاع، انت هنا حاسس مثلا فرط عضلاتك بالنسبه لها هي. وهنا انا بشوف ده بالنسبه له هو اللي بيجي تتالم، لو ما كانت اثاره وفيلينج بالنسبه له، وهي ده بالنسبه له التعذيب طبعا، هي لانه قاصره واداء التناسليه ما قادر تتحمل اداءك التناسليه. فبذا لما تكون في حمل هي بتكون يعني لو تحديات انه تلد، ده بالنسبه لها مشكله. بالنسبه للعاده الثالثه اننا دايرين نتكلم عنه برضو بصوره غير مباشر بتاثر على الاقتصاد، زواج الاغارب طبعا. زواج الاغارب طبعا عندنا بعض القبائل بيقول لك البيت لود عمه او لود خاله طبعا، ما بيتلوا بيتهم برا البيت طبعا. الزواج الاغارب يعني ممكن تقدر تقول بتورس لك الامراض الموروثه او الامراض اللي بتتورث مثلا كالازمه والضغط، وعندك السكري، عندك بعض الاوراد زي المتلازمات سواء كان داون سيندروم او متلازمة تيرنر او متلازمة، يعني في متلازمات كثيرة بتنقل وراثيا، انيميا، يعني عندنا يعني حاجات كثيرة بتتنقل وراثيا. فانت كل ما تبقيت من اسرتك كل ما قللت من حدة المرض بالنسبة لي علينا. دي بصورة برايف كده برضو نتكلم عن زواج طبعا الاغارب، وكل ما انت تتزوج من اقاربك بتتكثف المرض وتوارث المرض في أولادك وأحفادك، وكل ما توارثت المرض يعني كلفتك اقتصاديا. طيب عندنا العادة الثالث هي الرابع أقصد هي لوحة الشفاة طبعا. ولوحة الشفاة طبعا بيتعمل كيف؟
يعني البيت لما تصل سن ال 18 او سن ال 15، في سن 15 دايما بعمله، يعني بيقطعوا الشفاه من تحت وبيدخلوا له لوحه بتاعت فخار، فاللوحه دي الجرح بتبرى بيه، وكل ما برت الجرح والبيت تكبر بيدخلوا لها لوحه بتاعت فخار اكبر من الاولى. دي الآلة بتاعت لوحة الفخار، والآلة دي موجودة كانت في قبائل كثيرة في أفريقيا، لكن هسه حاليا اندثرت وبقت يعني فقط محصورة في قبيلة الماساي والمرسي. والقبيلة دي متواجدة في أثيوبيا، متواجدة في تنزانيا، ومتواجدة في كينيا، شرق كينيا تقريبا، وفي ملاوي. طيب الآلة بتاعت لوحة الشفا دي تقدر تقول هي عادة مدرة بالنسبة لنا كفارقة مباشر، ليه؟ لأنه هي ده جرح مباشر على الشفا، والجرح ده فيه نزيف حاد طبعا، وممكن تكون فيها آلام حادة وتكون فيها أن كنترول بالنسبة للإنفكشن. يعني عادي جدا ممكن تكون العادة الآلة أو الوسيلة القطعوا بها والشفا دي ممكن تكون مصدية، ممكن تنقول لك التيتانوس، ممكن تنقول لك انفكشن، ممكن تنقول لك امراض مزمنه من ناس تانيين قبل كده. يعني طبعا الشفا دائما لما يقطعوها ما بتكون لفرد واحد، بيكون في مجموعه من الفتيات، يعني ممكن يعمل لهم اللوحه بتاعت الشفا دي في مره واحده، ممكن يتناقلوا الامراض مثلا من بعض. فدي بتسبب طبعا نقل بتاعت أدوى من فرد لتاني، وفي نفس الوقت ممكن يكون في نزيف حاد، يعني الضحية ممكن تكون وصل لمرحلة بتاعت شوك بالنسبة بواسطة النزيف، وممكن تكون في يعني مشاكل تانية بتخص الصحة بتاعت العيان، يعني من ندبات، وبكون في تشوهات كلكية، وبكون في تشوهات في طبعا المجتمع اللي بتعمل العادة دي هي بالنسبة للعادة، لكن أول ما الفرد يطلع من المجتمع ده يمشي لمجتمع تاني ويشوف نفسه فريد، طبعا بيدخل في حالة نفسية برضو، وبكون في عدم تقبل بالنسبة للشخصية بتاعه، ودي بيسبب كمان المشاكل النفسية. وهنا المشاكل الصحية والنفسية والبتاع دي بتكلفنا طبعا الاقتصاد، والاقتصاد اللي انت بتتأثر به ده فأوردي الدولة هو بتأثر به طبعا، يعني كل المجتمع اللي بيجي تمارس العادات دي، يعني هنا الدولة بيجي تهتم بقضايا بتاعت العلاج أو لمعالجة عادات تقاليد بتاعت الناس أصلا يعني تخلت عن الدهر. طيب عندنا برضو من العادات اللي دارة بالنسبة للمجتمع بتاعنا عندنا البزق المريض، طبعا معروف طبعا في أفريقيا وبالذات في السودان. عندنا البزق أو التفاف على المريض، زمانك لو فيت مثلا جاتك حمى أو سوداء أو نزلة سايت، طبعا بيخطوك وبتفوا على راسك طبعا وبتفوا في جسمك وبتاع، ده من أضراره صحيا ممكن نقدر نقول يا أخي الزول البيئة ذاته ممكن يكون مصاب بمرض مؤذي، وهو قاسي يعالجك، لكن يعني المرض ما عنده تعاطف، ما هو بتعاطف، ممكن يعني نقلت لك او نقل لك مرض بصورة مباشرة بواسطة التفاف مثلا، وفي امراض كثيرة منقولة طبعا بواسطة التفاف، وده عادة سيئة. مثلا احنا نقدر نقول كل ما ابتعدنا عن العادات والتقاليد الضارة، كل ما يعني قللنا من حدة التكلفة بالنسبة لشنو العلاج. فده أنا بشوف بدل ما ننقل زول عنده حمى أو صداع نخليه يمشي يتعالج من الطبيب، احنا بنقوم نتفلوه وننقل له أمراض تانية، فبالتالي نقلنا له مرض أصلا كان هو ما عنده، وكلفنا أنه نمشي المستشفى، وكلفنا مرض مزمن، وكلفنا مرض منقولة بصورة بتاعت أو بطريقة علاج غلط. والكلام ده موجود أكتر حاجة طبعا الشيوخ، طبعا الشيخ بيجي بيعزم لك في راسك وبيتف لك في راسك، فده من العادات برضو اللي ممكن أن الناس يعني ترجع تعمل له مسألة بالتوية. برضو عندنا من العادات والتقاليد اللي بتكلفنا مثلا آثار صحية بالغة، عندنا زي الجلد، وعندنا برضو الضرب بالعصا.
في بعض القبائل طبعا زي الجعلين والمحص والشواقلة الشوايقة والدناقلة، أقصد الكواهلة في السودان، وبرضو النوبة، قبائل النوبة في ضرب الأصابع بالنسبة لقبائل النوبة زمانك كان الأثر بتاعة الأتين الجلد والضرب بالأصابع دي طبعا لهم آثار صحية، من ضمنهم ممكن يسبب آلام حادة، والآلام ده ممكن تسبب شنو؟ صدمة، هذه ممكن تسبب الآلام دي صدمة وتدخل الزول في غيبوبة بتاع الصدمة. برضو ممكن تسبب جروح، يعني ممكن تسبب جروح بالغة بالنسبة للجلد، والضرب بالأصل ممكن تسبب جروح، والجروح ده ممكن عن طريقة يعني ينقل عدوى، لأن الزول كل ما جلدوك والدم جرى في دحرك أنت بتشوف شنو يعني دي رجالة منك وسبات منك، فده بينقل لك أدوى، والأدوى دي يعني يمكن تكون يعني بيستقبل أو الجري ده ممكن تكون لك بوابة يستقبل فيها جراثيم، يستقبل فيها بكتيريا، يستقبل فيها فيروسات، يستقبل يعني يمكن تكون لك سبب ل يعني ممكن تكون لك سبب لآلام أو لجروح يعني يكلفك عمليات جراحية، وممكن الضرب بالعصا يعني يحدث منها كسور، وفي النهاية طبعا الجروح دي يعني نهايتها بتكون بندبات يعني سكارس، تشوهات في الجلد، وممكن لا قدر الله الضرب بالعصا اللي جات في الراس ممكن تعمل لك إعاقة عصبية، ممكن تعمل لك خلل في الدماغ وبتسبب لك مشاكل نفسية، فده كله الآثار ممكن تسبب لك آثار صحية بالغة ومضاعفات، والمضاعفات دي بتسبب لك شنو؟ خسائر بالنسبة لك، تكلفك أنك تمشي المستشفى، تكلفك مقابلات، تكلفك، وده بالنسبة لنا يعني خسائر، والخسائر دي بتكلف الدولة اقتصاديا، فده كله يعني بسبب بتاعت ممارسة عادات وتقاليد سالبة أو عادات وتقاليد ضارة، فكلفتنا أنه الناس تمشي المستشفيات وتهتم بقضايا بتاعت معالجة تقاليد ضارة، يعني بتكلف الناس أموال هائلة. و طيب مسألة الشلوخ والوشم موجودة في الكثير من الدول، لكن عندنا مسألة الشلوخ هي ممكن تقدر تكون منتشرة في دول أفريقيا أكثر، نمسك مثلا زي تشاد والسودان وأثيوبيا جنوب السودان، وعندنا برضو غينيا، كثير من الدول الأفريقية يعني بيمارسوا الشلوخ، والشلوخ ده طبعا لما نرجعه للأصول أو المصادر طبعا سمين حكاوي وفي مؤرخين كتب أنه زمانك لما المستعمر دخل فقدر أنه يا أخي يميز بين الناس وقبائلهم بواسطة الشلوخ، وده تركوا لهم سمع أنهم هم ذاتك خلوا نفوسهم، يعني الواحد لما يعمل شلوخ بيحس بأنه يعني منتمي لقبيلة كده، فهم عملوه المستعمر عمله عشان يميز بين الناس، والناس استخدموه عادة، فده أصبح بالنسبة لنا عادة، والعادة دي ممكن تكون لنا ضارة. برضو نفس الآثار اللي بتسبب مثلا الجلد وضرب العصا وعندنا العناية، نفس الآثار يعني الشلوخ والوشم بتكون بآلات حادة وآلات غير مؤقمة، وآلات ممكن تحمل الكثير من الجراثيم، وآلات ممكن تكون مصدية بتسبب لك التتنس، والآلات دي يعني ممكن تكون ناقل الادويه بتاعت الزول الثاني، يعني ممكن تكون يعني زول ثاني عملوا له الشلوخ وبنفس الاله ما تم تعقيمه جابوه عملوا لك انت، فبالتالي ممكن يكون المرض المصاب به هو نقلوا لك انت مباشر. وفي ظل الظروف الحاليه طبعا في الكثير من الامراض الخطيره والمنقوله طبعا عن طريق الادوات الجراحيه، فالآدة دي لو ما قللناها بتسبب تشوهات وبتسبب مثلا برضو أورام وبتسبب ندبات، والندبات دي يعني قبلها بتكون في مرات جروح، والجروح دي كل ما بيجت طبعا يعني تأخرت في الالتئام بتاعه وممكن تسبب لجروح شنو خبيثة وأورام خبيثة، والأورام الخبيثة دي يعني من ناحية الجروح أنا قابلتني كثيرة طبعا، وعلاجها طبعا بتكون صعب طبعا، فبرضو
من ضمن الحاجات اللي ممكن تكلف الضحيه يعني الذهاب للمستشفى ومقابلات اطباء واجراء عمليات، وفي ناس في بعض الناس يعني بتكلفهم عمليات تجميل يعني ما بعد الشلوخ والوشم، فدي برضو بيحتاج لمساله بتتوي يعني الناس تتخلى من الاعداد دي. و الحاجه اللي انا دائما بربط ليبات، انا بربط كل ما انك تكون يعني ليك اثر او خلل صحي يعني انت اوريدي مطلوب تمشي للطبيب، وكل ما تمشي للطبيب انك انت محتاج لشنو يعني قروش انك تنفق في مقابل العلاج، وده بالنسبه لي انا طبعا تكاليف وخسائر ماديه، وبالنسبه لك انت الخسائر الماديه اللي تخسرها انت هو خسائر بالنسبه للدوله، ودي باعتباره شنو يعني اثار اقتصاديه سالبه بالنسبه لنا. طيب نواصل في العادة الأخيرة، ممكن تكون في عادتين عندنا، العادة الأشرة هي التمسك بالعلاج الأهلي ورفض الذهاب إلى الطبيب. طبعا طبعا هنا لما نتكلم عن التمسك بالعلاج البلدي مثلا، ودائما هنا لما نقول المجتمع المحلي هو طبعا بؤمن بالعلاج الاهلي اكثر قبل التوعيه، طبعا الزول قبل ما يعي طبعا هو بيؤمن بانه الطبيب عباره عن شنو كذبه، اما بالنسبه للعلاج الاهلي مربوطه طبعا بروحانيات بتاعت المجتمع في الناس، دائما يعني الزول ممكن يصدق الشيخ والأمبتاري لكن ممكن يكذب الطبيب، يعني في حين أنه الطبيب ممكن له آلات بتاعت كشف وفحص وممكن يكون له علاج الناس عملوا فيها بحوث وبتاعي، لكن طبعا دائما المجتمع يعني ممكن يصدق بالأمبتاري أو بالمعالج بتاعت الأوروك، لكن يعني ممكن يكذب المعالج أو الطبيب. هنا طبعا أنا ما بقول يا أخي الناس ما تتعالج أهالي، لكن في علاج بيتم بواسطة الأهالي وفي علاج ممكن تتم بواسطة الطبيب. مثلا لو جينا في الكسور أي ممكن في بصير ممكن يعالجك العلاج، مثلا الشيوخ في شيوخ أي ممكن نقدر هو ده، طبعا دائما ما بتكون للأمراض السريرية يعني دائما الزول لما تلقاه بقول لك يا أخي الزول ده بقى مجنون وبتاعه هنا هو حالة نفسية، لكن بالروحانيات الزول ده ممكن الشيخ ممكن يقدر يعمل لك واحد اثنين ثلاثة فانت بتقدر ترجع وتستغير نفسيا، لكن في بعض الامراض طبعا الناس بقول لك اعمل لك رؤية شرعية مثلا وبتاع اي دي علاج نفسي، لكن في بعض الامراض بتطلب جراحة وبتطلب هنا طبعا الشيخ ما هيقدر يعمل لك شيء، لكن الاهالي بيقول لك لا ده المرض ده بيعالج الشيخ فلان مثلا، والناس بتمسكوا بالعلاج بتاعت الاهالي، او بتقول لك يا اخي زول بيقول لك انا عندي معده مثلا او انا عندي مثلا اورام كده وكده وكده، في زول بيقول لك لا تمشي تاخد علاج مثلا سره من الاوروغ كده كده وربطه من الاوروغ كده كده انا ذاتك استخدمتك قبل كده واتعالجتها، فهنا انت طبعا لما تجي يعني تمسك العلاج هو ممكن يعالجك الاوروغ ممكن يعالجك، لكن بيعالجك كيف؟ طبعا نفس الدواء اللي الناس بيستخدموه في المستشفيات والبتاع هو مستخلص من الأعشاب ومستخلص من الدهون مثل الحيوانات ومستخدم من الكيماويات الموجودة في الطبيعة، لكن طلعوه بمعايير وبمقاييس وبتراكيس يعني يعالج المرض، لكن انت لما تستخدم مثلا كمية هاي مثلا من نفس العلاج لكن انت طبعا بيجي اوفر دوز، ولما تستخدم بكميات بسيطة هنا كمان ما هتعالجك. طيب اما بالنسبة للآثار الصحية اللي بتسببها هنا انت ممكن تاخد جرعة عالية ممكن تاخد جرعة اقل من الدواء وما يعالجك، وممكن يكون المعالج ذاتك يعني استخدم طريقة غلط وما هيعالجك هنا بالذات في الكسور وبالذات في الامراض بتاعت الرئة، يعني لما يجيك زول باختناق يجيك زول مثلا يعني عنده ضيق بتاع التنفس يجيك مثلا واحد امبتاري او واحد مثلا يقول لك انا بيعالج الناس يمسك الزول ده يعمل له بخور وفي نفس الوقت الزول ده داير له تهويه داير له فنتيليشن، هنا المريض اصبح ضحيه بسبب انه يا اخي الزول ده قام عمل لي بخور وانا اصلا داير تهويه، وهنا ممكن الزول ده يؤدي لوفاته.
ده بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بتاعت ريسبيراتوري او مشاكل بتاعت التنفس، مشاكل بتاعت رئه، يعني هم ما بيحتاجوا دخان، ما بيحتاجوا بخور، ما بيحتاجوا انك تغطيهم، يعني هم دايرين تحويه بقدر ما يمكن عشان يتعالجوا. بالنسبه للكسور، يعني يمكن تبقى زول جاي بكسر مدجدج او كسر مركب او كسر يعني بيتطلب لعمليات جراحيه، بيجيك زول مثلا بيقول لك انا بصير بعالجه كده. برضو الناس هنا نقول لهم يا اخي العادات بتاعت التمسك بالاهالي والهناي يعني يمكن يكون، لكن يكون في الحاجات البسيطه، يعني الحاجات البسيطة اللي ممكن تتحل في البيت، يعني ممكن تخلي الناس يعني الحاجات اللي بتطلب روحانيات انه الزول يستغر، يعني ممكن نقول امشي لشيخ فلان وبتاعه هنا، او عندنا طبعا معتقد بتاع انه يحكي الجور وما ادراك وبتاع برضه. فده انت الحاجة دي لو وثقت وامنت به وبتاع فهي بتأثر في نفسياتك انت، لكن كل ما انه الحاجات دي يعني هنا نعتمد للعلم ونعتمد للطب فالحاجات دي ممكن تسهل. فالعلاج والتمسك بالأهالي ده ممكن تكلفنا يعني أضرار صحية، يعني ممكن تكلفنا أرواح. فعشان كده كل ما تصاعدت حجم المشكلة صحيا يعني كل ما كلفتنا اقتصاديا. والآدة الأخيرة عندنا طبعا هي كانت ما عادة كانت هنا، لكن الناس سي بقوها كالعادة. يعني عندنا طبعا زي التنباك، طبعا التنباك والتعاتي بمثلا السجاير والبتاع، أصل الناس بقوها جزء من الثقافة، يعني هي بقوها جزء من العادة، بيجوا بيتمسكوا به شديد. فده له أضرار صحية بالغة طبعا بالنسبة للتعاتي بتاع التنباك والاسم شنو السموكينج. طبعا في التيب لو قال لك مشكلة أو سبب بتاعت أي مرض لو ما عرفته تقدر تكتب طبعا شنو السموكينج، معروف طبعا السجاير ده بتدور لأي زول وبسبب أي مرض طبعا. لكن بالنسبة للتنباك هنا عندنا في شمال السودان طبعا الناس جعلوه بالنسبة لهم أديل، يعني جزء من عاداتهم وتقاليدهم، يعني حتى الزور البسيف يعني تلقاه بتشرف بالصرة بتاعت الصفة في الشفا مثلا. فده بقت ثقافة بالنسبة لنا وكاد أن تصبح جزء من هويتنا، يعني فبالنسبة لنا بتسبب مشاكل وأضرار صحية. بالنسبة للتنباك له آثار كبيرة بالنسبة للخلايا بتاعت الأعصاب، وبالنسبة للسجاير له آثار كبيرة بالنسبة لمشاكل الرئة ومشاكل التنفس ومشاكل كبيرة بالنسبة للحمل وبتاع. فيجب أن الناس توقع وتدرك حجم المشكلة والمشاكل اللي احنا بنواجهها بواسطة والتمسك بالعادات والتقاليد الضارة بالنسبة لمجتمعنا الأفريقي، ويجب أن نتخلص من هذه العادات. طيب احنا طبعا قلنا العادات والتقاليد الضارة دي يعني هي بتمثل جزء من هويتنا وجزء من ثقافاتنا كانت، لكن يعني من الناس بعد الدراسات وبعد التوعية وبعد العلوم اللي ظهرت أدركت أنه جزء من العادات والتقاليد طبعا بتضر بصحة المجتمع وبتكلف الدولة طبعا يعني تكاليف طبعا يعني اقتصادية. فبما أنه العادات والتقاليد دي أصبح ضارة بالنسبة لنا طبعا الناس تعمل دراسات وتكون في آفاق بتاعت حلول. فمن ضمن آفاق بتاعت الحلول أنا بشوف هنا الناس ترجع من ضمن أولى تلك الآفاق بتاعت الحلول بالنسبة للتوعية والتثقيف. طبعا نشر الوعي ده يعني يمكن الناس تنظم حملات توعوية واسعة بالنسبة للمجتمع المحلي وخاصة بالنسبة للشباب، يعني توضح لهم الآثار الصحية بالنسبة للعادة دي والآثار النفسية والاجتماعية للممارسات بتاعت العادات الضارة دي. التوعية دي بتغير نظرة المجتمع، بتغير نظرة المجتمع لأنهم كل ما يمارسوا العادة دي لأنه بتحصل لهم واحد اثنين ثلاثة. فكده ممكن نقدر نقول بدل ما نحارب العادة دي بصورة مباشرة ممكن غيرناها بالوعي، فده بتساعدنا كثير أنه يا أخي أنه نقدر نغير المجتمع بتاعنا ومفاهيمه للأفضل بواسطة الوعي المعرفي، وممكن يكون في تغيير ذاتي بالأول بعد ذاك بيحصل التغيير بالنسبة للمجتمع. وممكن نقدر برضو ندمج العلوم أو التوعية بالنسبة للمجتمع بتاعنا ندمجها لهم في المناهج الدراسية،
يعني ندمج موضوعات يتعلق لنا بحقوق الإنسان والمساواة وما أدراك، والحاجات بتاعت العادات الضارة يعني ندمجها في شنو، في المناهج التربوية بتاعتنا يعني هنا في بالنسبة للأجيال دي من الآفاق بتاعت الحلول يعني بالنسبة للتوعية والتثقيف. عندنا الحاجة الثانية المفروض نعملها، المفروض تكون في تشريعات وقوانين. طيب المفروض نسين قوانين صارمة، يعني يجب أن نسين قوانين صارمة يعني يجرم الممارسات ويفرض عقوبات رادعة بالنسبة للناس اللي بيرتكبوا مثل هذه العادات. طبعا يعني هي جزء من هويتنا لكن احنا بنتنازل منه، بما أنه هو بيضرنا صحيا واقتصاديا نتنازل منه. وتطبيق القانون ده بشكل فعال أنا بشوف بيقلل من حدة هذه الممارسات بالنسبة لي العادات الضارة دي. وهنا طبعا لما نقول تنفيذ القانون والتشريعات بالنسبة للمجتمعات يعني يجب أن يكون عدم تجاوز لبعض المجتمعات. يعني في بعض الناس يعني تلقاهم ما بيطبقوا القوانين والتشريعات دي في مجتمعاتهم وبيطبقوها في غيرهم، عشان أنه يعزوا من هويتهم على الآخرين، فده برضو ممكن يعني يخالفنا. وبرضو مفترض يكون في برامج بتاع التمكين بالنسبة للمرأة عشان يحاربوا عنه العادات والتقاليد الضارة بالنسبة لمجتمعنا، نمكن المرأة من أن يا أخي هي تملك المعلومات بنفسها وهي بنفسها مفترض تحارب الحاجات دي، وندعم العلم بأن يشجع الفتيات، يعني ندعم الفتيات أنهم يتألموا ويوعوا بنفسهم برا عشان ما يكون في محاربة من تلقائهم هم، يعني من يجي المحاربة دي من ذاتهم هم بالنسبة للختان والزواج المبكر والممارسة بتتسرقة محبوبة وما أدراك والحاجات اللي بتحصل اللي دائما. طبعا كل ما يكون في وعي يعني كل ما قلت الحاجات دي. فدي الحاجات أنا بشوفه يعني ممكن لو الناس طبقتها المشاكل اللي بتقل بعد ذاك ممكن تكون في تغيير ثقافي، يعني الناس بيتطلب القضاء على هذه الممارسات بتغيير بعض الثقافات مثلا، يعني ممكن يكون في جراحات عميقة بالنسبة للثقافة الرجعية، الثقافات اللي بتخلف مثلا وراها آثار اقتصادية وآثار صحية الناس مفترض تجي بتكون فيها مقاومة مجتمعية بالنسبة لهذه الثقافات. وهنا أنا ممكن نقدر نقول قد وصلت للختام بتاعت الورقة دي، ونتمنى أنه تكون النقاش يعني مبسط. أنا متأكد طبعا هو مو مبسط لكن نتمنى أن تكون هو خفيف وشفيف بالنسبة لكم. وإن كان هناك فرط يعني له إضافة فأنا شاكر ومقدر للإضافة، وإن كان هناك فرط له أي انتقاد فنرحب به. ونتمنى أن تكون هذه المادة المعرفي والتنوير يكون بصورة أوسع وأشمل، ونتمنى من الشباب برضو يعني المشاركة في الشهر الجاي تكون يعني في قضايا بتلامس الواقع والحياة اليومية بالنسبة لنا هنا كأفارقة مثلا في أفريقيا. وشاكر ومقدر لقافلة الثقافة الأفريقية لإتاحة هذه الفرصة والسانحة أن أقدم وأفيد ما يمكن بالنسبة للشباب والمجتمع الأفريقي، ونتمنى أن أفريقيا تأمه الوعي والمعرفة. وشاكر لإدابة المنصة أخينا هيثم إسحاق، ونلتقي إن شاء الله في الأسئلة والنقاشات والإضافات. شكراً.